أهلا بكم من جديد. وأنا فروز اليوسف كان واحد من النجوم الكبار في الصحافة كان الدكتور مصطفى محمود. يمكن تعرفوا مصطفى محمود في كتابه المشهور من رحلته من الشك إلى اليقين أو من الإلحاد إلى الإيمان، ولكن يمكن ما تعرفوش مصطفى محمود كان عنده أشهر باب لحل المشاكل العاطفية، كان باب اسمه اعترفوا لي. أيضا في نفس الوقت كانت السيدة أمينة السعيد كانت رئيسة مجلس إدارة المصور ودار الهلال، وكان عندها باب اسألوني. كان الإحساس بالمشاكل الاجتماعية مهم جدا، ما حدش طلع وقال يعني المشاكل الاجتماعية يعني مش مهمة في الوقت اللي عندنا فيه متاعب سياسية. هقول لكم يمكن إحصاء بسيط جدا، جورج تينت المدير الأسبق لوكالة المخابرات الأمريكية في كتابه في مذكراته قال أن 90% من الجواسيس اللي احنا جندناهم كانوا مضطربين عاطفيا، وكانوا مضطربين اجتماعيا، وكانوا مضطربين نفسيا. هنا في حلقة الإدمان الدكاترة يجمعوا على أنه معظم المدمنين عندهم مشاكل أسرية. لهذه الحلقة لهذه الأسباب معانا رجاء الجداوي. الحقيقة أنا سعيد بالحلقة دي بشكل خاص. مدام رجاء اهلا وسهلا بحضرتك. انا سعيده جدا جدا بوجودي مع حضرتك اولا. وفي الاول انا استغربت، قلت الاستاذ عادل حموده وبرنامج سياسي ايه علاقتك، وانا بعيد عن السياسه يعني بالشكل المفهوم السياسي تمام. يعني ولكن المقدمه اللي حضرتك عملتها دلوقتي وربطك بين الحب، حب المرأة، السكن، المرأة اللي بتحتوي الرجل اللي بتديله نعم. الأمان والاستقرار، ربطت بينها وبين حب الوطن وتفاديك في حب الوطن. اللي ما بيعرفش طعم الحب ما يعرفش يحب أي حاجة. فإذا كان فعلا قادر على أنه يحب بيته وعيلته وحضن الأسرة يبقى لازم هيحب بلده، ولازم جذوره هتبقى عميقة جدا جدا، ولازم هيشتغل دايما لحساب بلده. طيب لو اتنين بيحبوا بعض مش بيتكلموا في الأسعار، أسعار الكنب وأسعار الشقق، وحتى لو اليومين دول أسعار اللحمة اليومين دول طيب. كيف لا يمكن أن يكون هناك ما اجتمع رجل وامرأة إلا ما كانت مشاكل الحياة سلسهما يعني ألا تؤثر المشاكل؟ لا، ومقالش مشاكل الحياة سلسهما، وقال ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان سلسهما، ولكن ده في الخلوة طيب. لكن احنا بنتكلم أن النهاردة الحب موجود ومشاكل الحياة موجودة، مفيش بيت مفيش وراه مشكلة. وكل صاحب مشكلة متصور ان مشكلته هي المصيبة الكبيرة، نهاية العالم، الى ان يسمع الاخر فيقول يا الحمد لله ده بلوتي اهون من بلوة غيري. كل المشاكل ما تشارش قال there is no impossible، فيش انك مستحيل ابدا. فاذا كل مشكلة ليها حل، بس المهم انك انت تبقى عارف مفاتيحها ايه، انك انت تقدر تحط نفسك قدام نفسك وتبص للمشكلة وكأنك بتشوفها من بعيد، وتقدر ما تهربش منها بالنوم، أو ما تهربش منها بأنك تغلوش عليها بحاجات تانية، لا، واجهها وشوف بالظبط، لأنك أنت الوحيد اللي قادر على حلها. تمام. فالمشاكل موجودة ومشاكل الحياة اليومية موجودة والحب موجود. الحب بيخفف وطأة المشاكل. يعني أنت بالحب بتتخطى كل المصاعب، بالحب بتحل كل مشاكلك تقريبا. لو انت متعصب ومتضايق من شغلك ورجعت البيت لقيت حضن دافي، لقيت مراتك بتقول لك تعال يا حبيبي، انا عارفه انك انت تعبان، انا عارفه انك انت مهموم، تعال حط راسك على كتفي وبلاش تتكلم، تتكلمش، انا احترم صمتك، بس حط راسك على كتفي وتنفس بهدوء وهدى. عارف الحضن ده يعمل فيك ايه؟ كأن إيد ملست على قلبك. ولكن في الأخرى، مالك؟ في إيه؟ نكد. لا قول لي في إيه بقى؟ لا لازم تقول لي. طبعا، ما أنا مش مستواك الفكر، مش عايز تقول لي، أنا أصلي مش هفهمك، أنا 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 أنا. ولكن المرأة السكن شيء عظيم. هن سكن لكم. مش كده؟ نعم. عايز تقول لي إيه؟ الحقيقة أنا عايز أعرف
هل لا يزال الزواج مؤسسة متكافئة في ظل الظروف الاقتصادية اللي موجودة، خصوصا ان انا عندي ناس كتيرة جدا كلموني على انه احد الظواهر الجديدة في المجتمع دلوقتي البنت الصغيرة بتحب الراجل الكبير؟ يعني هما في طبعا في نسبة عايزة الراجل الجاهز، يعني ما عادش في مبدأ خذوهم فقراء يغنيكم الله، لا ما هي عايزة راجل ابو عربية ويا ريت يكون عنده شركة ويا ريت يكون عنده رصيد في البنك وبتاع، لا يعني مش كتير مش كتير، لا مش كتير والا تبقى خربت. ولكن انا بقول ما قبل ده في الاسره اللي بتعد ولادها للجواز، الام والاب، انا بجهز بنتي للجواز والمسؤوليه، وانت بتجهز ابنك للجواز والمسؤوليه والمفهوم كلمه عيله، لان الاولاد ما عندهمش فكره، الاولاد واخدين الحب على انه علاقه حميمه، الواد هدفه ليله الدخله والبت الفرح والجواز والفستان ساعات بيلاقوا كل حاجه جاهزه، فكانه جاب عربيه والعربيه عملت حادثه فيتطلقوا، عشان كده نسبه بالزبط. كبيره جدا من الطلاق بتتم حتى في الجواز اللي مستريح ماليا بالظبط. طيب يعني خلينا اما نشوف سيده ميسه من القاهره. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام رجاء؟ اهلا بيك يا ميسه. اهلا بيك حبيبتي. اهلا حبيبتي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا ميسه مامت مها. نعم ميسه مامت مها، اهلا بيك يا ميسه. اهلا بيك حضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه وانت بالصحه والسلامه. انا عرفت ان عيد ميلاد حضرتك النهارده. انا النهارده عيد ميلادي، انا اصلي فعلا ما بحبش احتفل بيه، ولكن لا ازاي بقى. اصلك بتكبري سنه، يعني الواحد معلش كل يوم حلو، كل يوم بيعدي علينا حلو يبقى عيد ميلاد على طول. ربنا يخليك يا طيب. عندنا على على الصفحه بتاعه النهار حد أي شهرة ابو المكارم بتسال حضرتك هو زمن الفن الجميل خلص؟ لا ابدا ابدا، بس عايز اقول ان لما المجتمع بيرتقي ولان السينما هي مرآة المجتمع فبيرجع تاني الفن الجميل. بنرجع للكلمات اللي احنا نسيناها، من فضلك وعن اذنك واذا سمحت وارجو ان ما اكونش ضايقتك، ويعني ما بيحصلش طبعا. لا يعني الوقت نفض وحلق له ونفض وماشي وماشي ماشي، اللي مش عارفه ابدا احطها في الاعراب تحت اي بند لانها بتاخد شكل. حد يطلب منك حاجه تستجيبي له يقول لك ماشي ماشي، ما يفهمش، تدي له حاجه حلوه يقول لك ماشي ماشي. البنادي في الشارع بدل ما يقول لك شكرا يقول لك ماشي، حسب برضو القيمة اللي في ايده يعني ماشي دي ماشي. والله يا رب اختلاف القيمة اختلاف القيمة. استاذة علا اهلا بيكي. ليك حضرتك يا فندم. اهلا بيكي يا فندم. ممكن اكلم مدام رجاء؟ اتفضلي مع حضرتك. اهلا بيكي يا علا. اهلا بيكي يا فندم. انا عايزة اقول لك ان انا لو اقول لك ان انا من زمان من زمان من زمان نفسي اتكلم معاكي. انا تحت امرك. لان انا بعشقك. ربنا يخليكي. انا بعشقك. ربنا يخليكي. والله والله انا مش مصدقه اني انا معاكي على الهوا دلوقتي يا حبيبتي. ربنا يخليكي. انا بشكر ربنا كل يوم على حب الناس، بحس انه رضا منه هو. ربنا يديم عليا حبكم يا رب. طب هو مش كان نجم السينما زمان هو الموديل لينا؟ يعني كان في فتره من فترات في عمر الشريف، احمد رمزي، رشدي اباظه، يعني بس السينما العالميه كلها اختلفت مش المحليه بس، يعني زمان كان في لا معلش كان زمان في روبرت تايلور وتايرون باور ومش عارفه مين ومين، كانوا برضو الجتت الكثيره دي والستات اللي عاملين كده وكده يعني لكن المساله دلوقتي الزمن اختلف. وبعدين لا تربوا اولادكم على ايه؟ على اسلوبكم انتم، يعني الزمن كلهم لزمنهم، يعني كل واحد له زمنه. فالولاد اختلفوا. النهارده النجم هو مثل احمد حلمي، هو احمد عز، هو احمد السقا، نجوم وفي شباب كتير قوي واخدهم قدوه ليهم. محمد رمضان بيمثل فئه معينه من الناس، في نجوم كتير عشان بس ما اقولش اسماء وسقط اسماء ثانيه. في نجوم مش بالضروره يبقى نفس السكلتون بتاع رشدي اباظه او شكري سرحان او لان حتى النجمات
العمالقه بتوع زمان، تحيه كاروكا وهدى سلطان وهند رستم، وكل دول كانوا اجسام انثويه كبيره قوي. النهارده البنات احجام صغنطوطه، ميدجت صغنونه كده، فالمساله اختلفت. ولكن تعالى نسيبهم على زمانهم يعني. وبس وانا عايز اقول لك حاجه، انت لما بس تحط الاساس الاخلاقيات، الاخلاق لا بتتغيرش مع الزمن ابدا، الاخلاق هي هي من بدء الخليقه. طيب عايزين نحط الاساسيات، بس قبل ما نحط الاساسيات نسمع بوسي شلبي. اهلا بيكي بوسي. اهلا بيكي يا بوسي. ازيك يا استاذ عادل؟ زيك انت يا استاذ عادل، انك قاعد مع مدام رجاء. انا بنفسك النهارده مره وخلاص. ايوه مره وخلاص، مره وعدي النهارده. لا مره وهتعجبه وهيجيب ناس كتير بعديه. لا انت استاذي وانت عارف غلطتك عندي. سلامي. بس انا اولا عايزه اقول ان قناه النهار كلها منوره النهارده بمدام رجاء بنتي حبيبتي، وعايزه اقول لك كل سنه وانتي طيبه، وكل سنه وانتي حبيبتي الكل وست الكل، وانتي غاليه علينا جدا. ربنا يخليك يا بوسي، واحنا كلنا النهارده سعداء بعيد ميلادك. وما تقوليش انا ما بحبش عيد ميلادي عشان بكبر سنه، لا انتي كل سنه بتكبري بمحبه الناس، بيكبر معاكي الناس اللي بيحبوكي، وبيبقى رصيدك كبير في حب الناس وفي قلوب الوطن العربي كله. يا رب ربنا يخليك يا بوسي، ويعني متشكرة على كل حاجه والله، ان انتي تنورينا وتبقى اسالوا رجاء على قناه النهار بقى. يعني طمعانين في ده، لان وجودك هيبقى اضافه حلوه للقناه وهيساعدنا، واطلالتك الجميله في القناه. يا الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. ميرسي يا بوسي قوي قوي على مكالماتك الجميله دي. ان شاء الله دايما كده يا استاذ عادل بتجيب لنا الحاجات الحلوه. انت بقى اللي هتقنعي مدام رجاء انها تقعد معانا على طول هنا بقى. ايوه تبقى معاك. انا علاقتي انا علاقتي، ما انت عارفه انا ارتباطي اخلاقي باوربت بقى لي 13 سنه الحقيقه، معلش قولوا لي. ها طيب احنا قلنا المهم القواعد الاخلاقيه، كيف ما هي القواعد الاخلاقيه في رايك التي يجب ان يعني نحافظ عليها ونزرعها في اولادنا؟ ده انت في القران وفي الوصايا العشر وفي التوراه والانجيل كله، كلهم هي هي، كلهم هي هي. فده الدرع الواقي اللي انت بتلبسه لابنك قبل ما تنزله للمدرسه وللجامعه وانه يقود وينزل الشارع. الشارع ده ثقافات مختلفة وفيروسات أخلاقية مختلفة، فإذا هو لابس الدرع الواقي ده تأكد أنك أنت هتحمي من حاجات كثيرة. عندي سؤال عن يعني أنت مش حاسة بالغربة، ولكن نسمع الأستاذ كمال الأول. أستاذ كمال. أيوة يا فندم. أهلا بك، اتفضل. أهلا بحضرتك. أهلا. من فضلك أكلم مدام رجاء. مع حضرتك، اتفضل. أهلا يا فندم، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني اولا كل سنه وانت طيبه، وحضرتك طيب عقبال 100 سنه واكتر شويه. انما بس انا عايز حضرتك تتناولي مفهوم الحب من وجهه نظر فنانه كبيره. ايوه. ومسؤوليه الاعلام عن تهذيب معنى الكلمه. عن تهذيب وضع كده يعني تعريف يناسب الشباب ويناسب المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي، ويخاطب ولادنا ويعلمهم يعني ايه الحب. انت حضرتك في البداية اتكلمتي وقلتي ان الحب مثلا حب وطن، حب الزوجة، مفاهيم جميلة جميلة خالص الحقيقة. ربنا يخليك. شكرا استاذ كمال. خلينا ناخد المكالمة دي كمان. اتفضل. في مكالمة معانا. ايوه اتفضل. الو. ايوه اتفضل. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو جوجا، هابي بيرثدي تو يو. قبلتي ازيك؟ قبلتي عمرو. ايوه عمرو، استاذ عمرو اديب. عمرو. عمرو. عمرو وحشتني قوي يا عمرو. ازيك انت؟ وحشتني قوي. كل سنه وانت طيبه. انت فين يا استاذ عمرو؟ انت فين؟ انا موجود اهو عشان اقول لك كل سنه وانت طيبه. انت وحشني جدا، وانت دلوقتي يعني اديتني حضن صداقه وموده فظيع. يعني انا حاسه كده انك انت اجمل واحده
اجمل انثى اشتغلت معاها في حياتي. ربنا يخليك. يعني عارفه ازاي ما اشتغلتش مع اجمل من رجاء الجداوي. ربنا يخليك. وهتفضلي طول عمرك جميله، وهفضل طول عمري حريص ان انا اشتغل معاكي وابقى موجود جنبك. انا اللي بشتغل معاك يا عمر، وانا من غيرك مش هشتغل. استاذ عادل ازاي حضرتك؟ ازيك انت، وحشنا جدا. أنا على الشاشه كده على يعني على قبلتي رجاء، بس انا شفتها معاك فقلت لا يمكن لازم اقول لها كل سنه طيبه. حبيب قلبي ربنا يخليك. انبسطنا ان احنا نسمع صوتك وعايزين نعرف اخبارك. انت يعني مختفي عن الناس والناس بيسال عليك كتير بصراحه. والله انا موجود استاذ عادل، انا اجازه بس شويه بعد 20 سنه شغل، اجازه شويه اتامل. بس طالت الاجازه المره دي. لا 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 لا، بس عبء 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 الهوا طول الاسبوع اكيد مرهق جدا جدا جدا، كان محتاج اجازه. انا بس عايز اقول لك يا استاذ عادل ان الست اللي قدامك دي بتعشق شغلها. يعني لو عايز تتعلم حاجه من رجاء الجداوي ومن الجيل ده كله، الناس اللي بتموت في شغلها، لا قضية فلوس ولا قضية شهرة، قضية التزام وقضية حب وقضية تمسك وقضية يعني كل حاجة حلوة تقدر تشوفها في الجيل الجميل ده، جيل سنة 36 بتاع دعاء الكروان ده الأبيض وأسود الجميل. عمرو أنا ممكن أعيط. لا ما تعيطيش. والله لو عيطت والمكياج هيسيح ويبقى شكلي وحش. لا لا لا، أنت زي القمر وهتفضلي قمر التلفزيون العربي. ربنا يخليك يا عمرو. حبيبي وحشتني، ونتقابل على خير يا رب. شكرا يا استاذ عادل. ميرسي جدا جدا استاذ عمرو. ميرسي يا عمرو. ايمان من الشرقيه. حب الناس ده حلو قوي. اهلا بيك ايمان من الشرقيه. مساء الخير يا ستي رجاء يا جميله. اهلا بيك يا ايمان، ازيك؟ الله يسلمك يا حبيبه قلبي. انت من الشرقيه منين؟ من الزقازيق ولا منين؟ كل عام وانت بخير. ها؟ كل عام وانت بخير. وانت بالصحه والسلامه حبيبتي. انا بهنيك، انا بحبك جدا جدا والله. ربنا يخليكوا يا رب. الله يخليك يا جميله، يا جميله الجميلات انت يا مدام رجاء، انت وإيه؟ حبيبتي بحبك جدا والله. ربنا يخليك، ربنا يديم عليا حبك يا رب. يا رب كل عام وحضرتك بخير. وانت طيبه حبيبتي، ميرسي قوي قوي. طيب عندنا الاستاذ محمد عز بعت لنا رساله بيسال فيها، بيقول ايه اهم الوسائل ممكن نتبعها للقضاء على الملل في الحياه العاطفيه؟ يعني هو شايف ان في ملل. القفة ام ودنتين بيشيلوها اتنين. الحمل الشهر مع الزوجة بس. هي كمان بتحس بالملل. هي كمان بتحس بملل وهي مربوطة في البيت. يعني انت بتخرج وممكن تبقى مملول من البيت، تقعد على الكافيه، تقعد مع اصحابك، تضحك بره، وبعدين تخش باب البيت لابس الوش الخشب. ما ينفعش. هي كمان يا عيني بتحس بالملل. لكن هي اخلاقها كأنثى. ساعات بتقول لا مش هقول. ولكن يعني ليه الشخص مثلا تلاقي في الشاب في فتره الخطوبه بيفتح العربيه لخطيبته وفي فتره الجواز بيرزع الباب في وش مراته؟ لا يعني ما بيرزعوش، هو قبل الجواز بيقلعها لبلطه وبيشد لها الكرسي عشان تقع. بعد الجواز بيسيبها ملخومه في البلطه ويشد الكرسي من تحتها عشان تقع، ويا رب تركب العربيه برجلها الشمال يروح طالع على الثالث. فيعني مش فاهمه ليه، مع ان الجواز ده وموده، ربنا قال وجعلنا بينكم موده ورحمه. بس هو مش في ملل برضه بيتم؟ في ملل. طيب كيف يمكن القضاء على الملل؟ بان انا اغير نفسي وهو يغير نفسه. ما يقعدش طول النهار قدامي بالبيجامه بتاعت حلاوه دي، ما اقدرش يعني. او خلاص بقى مش حالق النهارده وقعد لها كده، سنان وقعت وما عملهمش، وهي ريحتها توم وبصل ولابسه قميص النوم من الصبح لبالليل. ما ينفعش ما ينفعش. لازم افضل برضه حلوه في عينه وهو يفضل حلو في عيني. التلامس حلو قوي. يعني وانت نازل من بيتك ايه اللي يمنع انك انت تقول لها حبيبتي باي باي انا نازل. راجع مساء الخير يا حبيبتي انا جيت. التلامس ده حلو قوي قوي. بلاش بوسه، انا جيت يا حبيبتي. مساء الخير، انت كنت كويسه، انت حابب وحشتني. طب ليه بيقول الزوجه المصريه نكديه؟ المصريه والراجل المصري مش نكديه؟ وابتسم على طول. لا لا، في من ده ومن ده، لا في من ده ومن ده. في ستات فعلا نكديه وقراره وتحب تتكلم ساعه ما يجي ينام. انت هتنام يا محمد؟ لا اقعد وكلمني بقى. لا لا انت هتنام، يا بختك يا اخويا، يا راحت بالك. عارف النوع اللي تقعد على راس الميت تقول له رد عليا كلمني؟ هو ميت خلاص. لا ممكن يقوم لها يقول لها عايزه ايه، تروح هي ميته. هاني البحيري.
مساء الخير. اهلا بيك. مساء الخير استاذ عادل حموده، زي حضرتك. اهلا بيك. طبعا من المعجبين جدا ببرنامج سعادتك، وحضرتك يعني قدوه لناس كتير قوي. كتر خيرك. بس النهارده كمان بتكلم عشان الغاليه الجميله الاستاذه رجاء البكاري. اهلا. الله يخليك يا فندم. اهلا بيك. هقول لك انا هاني البحيري حبيبك يا استاذه رجاء. هاني البحيري. هاني هاني يا حبيبتي. هاني زي حضرتك. ازيك يا هاني؟ انا وانتي طيبه. ده جزء من تاريخي. هاني البحيري ده جزء من تاريخي. وانتي طيبه. وانت طيب. اغلى الناس، وانتي احلى ست في مصر وفي الوطن العربي. حبيبي. كفايه ان حضرتك واحنا قاعدين مع سعادتك بنتعلم يعني ايه رمز الاخلاق والاداب المعامله والشياكه، وحضرتك رمز للاناقه واناقه كل امراه مصريه وعربيه. ربنا يخليك. عمري ما انسى واجباتك معانا جدا في عروض الازياء، بتكوني اول الحاضرين في كل حاجه حلوه موجوده، حتى لو قدر الله حاجات مش كويسه شويه بتكوني موجوده وبتراعي وتقفي جنب الكل. انت حضرتك احلى الناس، وكان ليا بروجرام معاكي على الاوربت السنه اللي فاتت، واجلت سفري عشان اكون ليا الشرف اكون في لقاء خاص مع الغالية القديرة رجاء البكاري. أنا عشان خاطر عيونك. الله يخليك يا حبيبي. أنا أنت من الناس المصريين اللي مصر لازم تفخر بيهم، لأنك أنت غزيت العالم الأوروبي بتصميماتك. فنان مصري تصميماته حلوة قوي 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 قوي، بيعرض في إيطاليا، بيعرض في فرنسا، فده شرف لينا أنك أنت يبقى اسمك هاني البحيري. احنا بنتعلم من حضرتك معنى الاصول المصريه العريقه ومعنى الشياكه ومعنى الاناقه، بنستمدها من حضرتك. حضرتك كنت اول عريض ازياء مصريه تحملي الرايه وتقولي انا اهو رمز الانثى المصريه الجميله، ولغايه النهارده مكمله معانا باناقه وبشياكه بكليه. كل الفخر لو عملنا مع بعض حاجه جميله او كده، بس يا هاني يكون ليها كل الفخر. كل سنه وانت طيبه يا رب تعيشي. وانت طيب يا هاني، متشكره قوي على المكالمه. كده عقولنا وقلوبنا بالحب وبالفن الجميل. ربنا يخليك يا حبيبي. الف شكر. استاذ هاني البحيري شكرا جزيلا. مدام رجاء نطلع فاصل. نطلع فاصل. نطلع فاصل ونواصل. ونواصل. نطلع فاصل. اهلا بكم من جديد. لا تزال معانا رجاء الجداوي، ولا يزال التعبير اسألوا رجاء. هويدا أمين بتقول لحضرتك ايه رأيك في الجواز التقليدي اللي هو بيسموه زواج الصالونات. و زواج الصالونات، لان لو قلنا الجواز هو نسب. نسب يعني عيلتين عارفين بعض. يعني انا عارفة الاب وعارفة الام، ممكن اسأل على العم والخال و ده جواز الصالونات. في جواز النوادي بقى، يعني الولد شاف البنت حلوه ولابسه بنطلون له وست ولابسه بادي ما اعرفش ايه عجبته. حب بالخمس والسبع سنين وطلاق بعد 3 اشهر. انا مش عايز اقول ان جواز الصالونات هو الاقوى، لكن زي ما اقول النسب هو ده المهم قوي. وعايز اتجوز يعني بيتجوز عيله قبل ما اتجوز ست، ده مهم قوي. يعني انا لو ابني رايح يخطب اقول له شوف حماتك الاول. بص على حماتك، لان مراتك في يوم من الايام هتبقى شبه حماتك. واقول لابنك بص على ابو البنت. لو شخصيه مهزوزه وشخصيه سلبيه ومستكين او شرس او بيتطول في الكلام او بص عليه، لان في يوم من الايام هيبقى ده. فالمساله مهمه قوي النسب في الجواز. وعلى الاصل دور، ده مهم جدا. استاذ محمد سمير من القاهره. الو. ايوه يا فندم اتفضل. مساء الخير. مساء الخير يا فندم اتفضل. طبعا اكلم مدام رجاء بعد اذن حضرتك. مساء الخير يا فندم. اهلا. مساء الخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. الحمد لله. انا طبعا زي بقيه الناس كلها طبعا من اشد المعجبين بحضرتك، ومن زمان جدا وانا بحضر مسرح لحضرتك، وقبل ما اسافر وكنا متابعين حضرتك بره مصر على قنوات كتير. يعني احنا بنحبك جدا يعني. كويس. ايوه. فهو السؤال يتعلق برضو بالحلقه الحب والعلاقات الانسانيه. هو بالنسبه لينا احنا اللي عايشين بره نص ونص، يعني موجودين مثلا، بما ان حضرتك عندك خبره في تجارب كتير جدا من الامثال اللي قدام حضرتك في الحياه طبعا، وان حضرتك من الجيل اللي هو الراقي، فعايز خبره حضرتك في دي، انه
انه احنا مش عارفين نعيش هنا. بقى الموضوع بقى ايه؟ المستوى مش الاخلاق بس، يعني المسألة بقت مستوى المعيشة نفسه. يعني اللي بتعود انه يعيش برا بيجي هنا بيصطدم بتغيير في القيم ويمكن تغيير في الاسعار. بالنسبة لنا احنا اللي عاش قد ايه برا يعني؟ يعني 7-8 سنين. القضية مش في انا مثلا، احنا من سكان الدقي القديم فالاخلاقيات بتاعتنا مش هتتغير خلاص، احنا عجزنا هنا. بص يا استاذ محمد، انا عشت برا كتير قوي وارجع مصر، لكن انا طول عمري بكره المقارنة. كل بلد وليها ظروفها وكل بلد وليها طقوسها وتقاليدها وعاداتها واسعارها وضغوطها النفسية وضغوطها السياسية وكل حاجة. واحنا لما بنسافر برا بتبقى تذكرة العودة موجودة في جيبنا، فما بنعانيش قوي زي سكانها. لو سألنا سكانها هنلاقي عندهم مشاكل شبه بتاعتنا بالظبط. هينبسطوا لما يجي مصر. هي ولما يجوا مصر يقولوا يا سلام ده انتوا كرم وجمال وخيرين، اسعار رخيصة وحياة مريحة. فالمسألة كل بلد وليها الطقوس بتاعتها. فمش معقول عشان اسافر شوية برا اجي اقول اف ايه البلد مالها وسخة كده ليه؟ ايه القرف ده؟ ايه الاسعار؟ لا، دي مصر انا بحبها زي ما هي. طبعا في حبه حاجات تبقى لازم نتكلم عنها، زي النهارده الاهمال من الناس، من المواطن لبلده. انا ما بتكلمش عن الحكومه ابدا، بتكلم بقول ان المواطن لازم يحط ايده في ايد الحكومه. اما انا مرميش زباله في الشارع، الشارع هيبقى نظيف. لكن ارمي واقول البلد مليانه زباله، طب ما ابتدي بنفسك يا حبيبي. يعني ايه المشكلة؟ الضرايب والمش عارفة ايه؟ ضرايب ضرايب، هدفع ضرايب بس انا عايزة خدمات. هدفع ضرايبي كلها بس ادوني خدمات، تبقى خدماتي كلها مظبوطة. الشجر اللي قدام بيتي يجي يتقص ويتسقي عشان ما يتكسرش على العربيات يدمرها. انا عايزة لما امشي في طريق كبير يبقى طريق حلو قوي قوي قوي. انا عايزة النهاردة المية تبقى كويسة لكن اول قبل ما اقول انا عايزة اعرف واجباتي هي ايه الاول، واجباتي ايه، وبعدين اقول حقوقي ايه. ولكن اقول فين حقي وانا ما اديتش واجب ما ينفعش. طيب والله في سؤال حقيقة مهم جدا من مبعوت على الصفحة الشخصية بتاعتي من السيدة روزليند محمد، بتقول يعني هو الحب فعلا دليل السعادة؟ وبعدين السؤال الحقيقة المهم جدا، هو ليه البني آدم بيكره أحيانا اللي حبه في يوم من الأيام؟ اللي بيحب بيعرف يكره. لازم على قد المحبة. يعني أنت لو واحد بتحبه وضايقك على قد الحب بيكون الكره، بيكون وزن المضايقة. بالساعات يكون البني آدم الحب يكون وسيلة تعبير عن الإعجاب، ولما تبوظ العلاقة بتكون الكراهية أيضا دليل على وجود الحب واستمراره ولو بطريقة سلبية. بيسموها الهيت لاف ريليشن شيب او حب مع الكراهيه، ولا ده كلام زياده؟ لا ممكن يبقى ده، بس مش كل الناس. بص اوعى تفتكر ان كل النظريات والقواعد تطبق على كل الناس. انسى. كلنا مختلفين او على الاقل مختلفين في اداء الاشياء. يعني انا ممكن في موقف ابقى عصبيه جدا جدا وارد واحرق ورقي كله واحرق خطوط العوده وما اعرفش اقول بعد كده انا اسفه. واحد تاني يبلع غضبه ويسكت ويدخل اوضته ويصمت تماما وبعد شويه يطلع يقول الوقت نقعد نتكلم. وفي حد تاني يسيب البيت ويخرج وما يرجعش خالص. يعني فكل واحد بيترجم موقفه باسلوبه. فمفيش نظريه بتنطبق على الكل ابدا. طبعا انا بقول كلام يمكن هتقولوا جابته منين، هي الخبره الحياتيه على فكره اللي عملت فيا كده. انا لا درس علم نفس ولا انا وما كنتش عارفه ان انا جوايا حاجه اقدر انفع بيها الاخرين، لان ممثله ومعارضة ازياء. معارضة ازياء طول النهار قاعده قدام المرايه، يا مرايتي يا مرايتي انا احلى ولا ليلى شعير احلى ولا بتاع. وتصورت الناس بيقولوا مثلا لو بصينا من ودنها دي هنلاقي ودنها دي مع فراغ في النص مفيش مخ. مثلت اعجبوا بيا في دور كذا، فبرضه شخصية رجاء الجدة والحقيقية ما طلعتش. إلى أن القائمين على قناة أوربت قالوا لي أنت تنفعي تبقى
قلت له انا ما اعرفش. ولكن انسان ساعات لما يتحط في المحك، حياتك صحفي، تقديم البرامج ما كانش اكيد في خيالك الاول، صحيح. ولكن لما بقيت فيه قلت لازم ابدع ولازم اعمل ولازم ادور جوايا عن الملكه الموجوده اللي انا ما كنتش واخد بالي منها، فبتبتدي تدور عليها وتلاقيها هنا. كل عشان كده بقول لكل الناس ان كل واحد منكم عنده قدرات عظيمه جدا جواه، ولكن مركز في حيز ضيق قوي قوي، قافل على نفسه نطاق ربما يكون بعيد عن قدراته الحقيقيه. التعود اليومي، تعود يعمل كذا، يمشي في نفس الشارع وياخد نفس المقابل، مفيش طموحات، مفيش ابداعات، مفيش الرب في التحسن. استاذه سوسن من القاهره. ايوه السلام عليكم يا استاذ عادل، اهلا وسهلا. وبهني ضيفتك العزيزه الاستاذه رجاء، وارجو من سيادتك تديني متسع من الوقت من فضلك وكرمك. اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وانت طيبه يا استاذه رجاء، وحضرتك طيبه، وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله يا رب. وانا بهنئ سيادتك على البرنامج الجميل اساله رجاء، بتناقشي فيه مواضيع جميلة جدا، وأرجو من حضرتك يعني زيادة المناقشة في المواضيع الاجتماعية اللي بتخص شؤون الأسرة، لأن المناقشة دي بتفيد الآباء وبتفيد الأبناء في نفس الوقت. وأنا وأتمنى من الله أن حضرتك تعيدي لقاءاتك مع الأستاذ عمرو أديب في القاهرة، اليوم كانت لقاءات جميلة جدا، وكانت مواضيع بنستفاد منها استفادة جميلة جدا. بإذن الله فندم، بإذن الله، ومشاكرة جدا. وعلى فكرة احنا بندخل دايما ساعات، يعني مش دايما ولكن ساعات بندخل في موضوعات تربوية بتهم الأولاد يعني. طيب معانا الأستاذة أميرة مختار، حضرتك تعرفيها؟ بنوتي بنوتك، كل سنة وانتي طيبة يا مامي. وانتي طيبة يا روح مامي. أهلا أهلا يا أميرة، ازيك؟ الحمد لله، زي حضرتك؟ الحمد لله كله كويس، الحمد لله. الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيبة. وبشكر طيب البرنامج انه اتاح لي الفرصة ان اقول لك كل سنة وانت طيبة قدام الدنيا وانت كلها. وانت طيبة يا روح مامي. وعمال مليون سنة. أميرة أفندم، عايز اسألك سؤال على الملأ. قولي حبيبتي. هل دايما كنت أم جيدة؟ أم جيدة بزيادة يعني، كنت يعني يا ريت. لا يعني ما جيتيش في وقت من الأوقات، ما جيتيش في وقت من الأوقات قلتي أمي ممثلة ومشغولة عني، أمي لما بعوزها ما بلاقيهاش؟ عمري ما ملقتكيش يعني، الحمد لله الحمد لله. لا يا مامي عمري خالص يعني، طول عمري فخورة بيكي وسعيدة. طب هي كانت أم متفتحة ولا متزمتة؟ متزمتة لا، ولكن هي كانت شديدة، هي مش هي أم بتدلع قوي. عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا 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 مذنبة في حقها، إن أنا تخنت من مدة كده، وكل اللي بيشوفني بيتصوروا إن هي مثلا يعني يقولوا لي إيه، معقولة رجاء سايباكي تتخني كده؟ معقولة معقولة بنت رجاء مش حاطة حاجة في وشها؟ معقولة؟ أنا شخصيتي أستاذ عادل، أنا اتربيت في المدرسة الألمانية، بنتي عمرها ما عملت مكياج، عمركم تصدقوا كده. ويمكن أنا شخصية يعني مختلفة شوية، لكن أنا أتمنى في كل لحظة إني أبقى واحد في المليون منها، ولكن أنا هي بتديني كل حاجة. طب إيه أهم ميزة أو صفة في ماما بتخلي الناس كلها تسمع لها وتحبها يعني؟ هقول لحضرتك حاجة أستاذ عادل، أنتم ما تعرفوهاش، في مشاكلنا الخاصة، مشاكلنا في البيت أو حاجة تخصني، هي عايشة عشاني، عايشة عشاني، عشان بنتي، عشان باباي، دي حقيقة. ومن قبلينا اخواتها وولاد اخواتها ومامتها، هي عايشة للناس مش لنفسها. يعني حتى لما تنزل تعمل شوبينج هي بتعمله لينا، ما تجيبش لنفسها ممكن أشياء. فدي رجاء الجداوي. لكن مثلا هقول لحضرتك على حاجة، عمري ما سمعت أمي شتمت أو مش شتمت، عابت في حد حتى لو متخانقه معايا. والله الكلام اللي بقوله ده صدق، ان عمر رجاء الجداوي ما لقيتها بتقول لي دي مش عارفه ايه ولا دي ايه، ولا حتى لو هي قررت ان تمحو الاسم ده من حياتها تماما، بتبقى واخده قرار بصمت ان الفلانه دي خلاص انتهت، وما تقولوش لحد. هي بتتعامل بناء على ده. الاقي مثلا موبايلها بيضرب
والنمرة ما بيتردش عليها بالقصد يعني. اقول لها ايه يا مامي؟ تقولي لا خلاص يعني انا مش فاضية دلوقتي وراي حاجات. ربنا يخليكي. عالي او كبر او اميرة ممكن روضة معاكي اسمع صوتها؟ روضة معايا تسمعي صوتها؟ عايزة اقولك ان روضة قاعدة تتفرج على البرنامج ولسه ما نامتش وقالت لي مش هنام. اول مرة بنتي تقولي مش هنام فثانية واحدة. تمردت عليكي بقى. اه بالظبط اهي. أي أنونة. أنونة حبيب أنونة، كل سنة وحضرتك طيبة وعقبال مليون سنة. كتير قوي يا كتير قوي يا روضة. زي حضرتك يا أنكل عادل. زيك أنت حبيبتي الحمد لله. روضة روضة عندها الوقت 12 سنة وشوية مش كده؟ هتم 13. هتروح المدرسة الألماني برضو؟ ألماني برضو؟ أميرة ألماني وهي ألماني. ميرسي ميرسي على مكالمتكم الحلوة قوي، ربنا يخليكوا ليا يا رب. يلا باي. هل الحب قيمة في هذا الزمن؟ ده اسماعيل محمد بعت لحضرتك بيسألك. في قبل كده سؤال كان الحب بيعيش ازاي؟ بيعيش الحب ده كائن حي لأنه بيعبر عن وجود اتنين حتى لو بس مقرون على اتنين. مقرون بالاحترام. اللي بيطول عمر الحب الاحترام. ولكن حب بلا احترام انسى. يعني تنصحي الرجل والمراه اللي بيتجوزوا ان هم بالتعبير البلدي يعني ما يتجاوزوش حدودهم مع بعض لانه ما يكسروش كل الحواجز اللي بينهم. يعني اما يجي يتكلم بقول لك ايه وانت معقوله بتفهم في الموضوع ده؟ لا لا يا شيخ ليه كلمات عمري ما كنت اسمع امي ولا جدتي تقولها. صحيح. بس مع الوقت الشباب هم بيتكلموا يعني بقول لك ايه قفل 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 اصل انت مش فاهم اصل ما تقلش ما يتقلش ده يكسر حاجات كتير طبعا. وبعدين عدم استماعنا لبعضنا واصابه البيت بالخرس الزوجي ناتج عن انك انت تيجي تكلمني وانا مشغوله وانا اقول لك كنت بتقول ايه اصل ما كنتش واخده بالي. عدم الاهتمام خلاص. عدم اللامبالاه بالتدريج مش هتكلمني. صحيح. او انا اكلمك فانت قاعد بالبتاع الايباد والحديده اللي في ايدك دي شغلك دي كمان حكايه بقت دلوقتي أخير. خلاص بص اتلغى في البيت الحوار الاسري. كانت السفره بتجمعنا. كانت الطبليه بتجمعنا. كان في حميميه في القعده. كان بتتعرض مشاكل الاسره على السفره واحنا قاعدين. ها لكن دلوقتي كل واحد بياكل على صينيه قدام التلفزيون. فخلاص انفرط العقد. العقد بالظبط. فدي مشكله كبيره قوي. طب على الاقل نرجعها ازاي؟ على الاقل مثلا نتغدى كلنا مره يوم اجازه. يا ريت مره على الاقل. يا ريت يا ريت. مش مهم بناكل ايه. انا كان ليا صديق الله يرحمه الاستاذ حسام بوصيله. كان كل يوم كان خميس صحفي معروف. كان كل يوم خميس يروح بلدهم يقعد مع اخواته وعيلته. حلو قوي ده. انا بعمل ده ببيتي. بجيب ولاد اخواتي ونقعد يوم الجمعة. ده بيقوي قوي الرابط الأسري. المهم ناكل ايه؟ لكن المهم ناكل مع مين؟ ناكل معاهم ونعرف مين فيهم اللي محتاج وعنده مشكلة أو مين. ده مهم قوي. قبل ما تساعد الغير ساعد عيلتك وبيتك. كل عيلة فيها فرع غلبان. طبعا. فأنت اعمل ده. الاحتواء والرابط الأسري دي مهمة قوي لأن ده ظهرك. ده ولادك. لو أنا مت النهاردة عارفة إن بنتي ليها عيلة. هيكون دول سندة. بالظبط. عمر طويل ليكي ونطلع فاصل. اهلا بكم من جديد. حاله الحب الحقيقه اللي عاملاها رجاء الجداوي في الحلقه حاله يمكن مميزه جدا. حاله مميزه جدا. التليفونات كتيره جدا. الاسئله كمان كتيره جدا. ويمكن ده يخلينا نسالك. انا عايز اسالك انت. انا عايز اسالك. الحب اثر في حياتك قد ايه؟ الحب هو المعادل الحقيقي للقبح في الحياه. يعني الحياه مليانه قبح. مليانه فقدان ثقه. مليانه مطبات. مليانه مؤامرات. الشيء الوحيد اللي يعمل توازن في الحياه هو الحب. الحب ولا التسامح؟ الحب هو الحقيقة المعادلة الحقيقية للانتماء. معادلة انتماء. معادلة انتماء. الحب معادلة انتماء. والحقيقة
الناس لما تيجي تكلموا عن الحب يقول لك امي واخويا واختي، انا موافق يعني، لكن لا، الحب هو رجل وامراه، الحب هو استقرار عاطفي الى حد ما، حد بيدي لك تفاؤل بانه في جديد بكره، في شيء مختلف هيحصل. مع اختلاف الشخص المحبوب، مع اختلاف الشخص المحبوب الاخر، ولكن هو حب في النهايه، حب لابني، حب لزميلي، صحيح، حب الصديق، حب صديقتي، حب الامي، حب زوجي، اختلف الشكل ولكن هو في النهايه حب. صحيح، لكن في مثلا الحب للابنه مختلف طبعا، فيها مسؤوليه، احساس بالمسؤوليه في المجتمع. الحب دلوقتي يمكن للابن مسؤوليه اكتر من الابنه. طب والحب والحب للحبيبه ما فيهوش مسؤوليه؟ لا، في مسؤوليه. انا مسؤوليه يعني ايه؟ قول لي. مسؤوليه الامان، اذا لم توفر الامان في العلاقه العاطفيه انت خسرانه، الراجل خسران. الامان وانعدام الانانيه. ما هو الامان بيدي احساس بان خلي بالك انه ايه، المراه مظلومه في مجتمعنا. والمراه هي الجزء الضعيف، مع انها في الحقيقه العنصر القوي. خلي بالك المرأة ضعيفة قبل الزواج، هي العنصر القوي بعد الزواج، العنصر الحاكم المسيطر بعد الزواج. إنما إذا أنت قررتي ما تدهاش هذا الإحساس بالأمان، والأمان عند المرأة في الحقيقة هو إيه؟ مش بيت بس ولا فلوس بس، إحساس بأنك أنت مش هتخزليها. وأنت عارف أكتر مني أنه المرأة هي ملكة التفاصيل الصغيرة وملكة القدرة على النفاذ للي قدامها بشكل حاد وواضح، أكثر تحملا، أكثر صبرا. لا، هي الأهم، أكثر فراسة وأكثر فراسة. يعني عمر ما في ست هتقولك الراجل ده أنا هتجوزه فتتجوزه، أنا حاسة أني هتجوزه أو حاسة مش هتجوزه فمش هتتجوزه. هي دايما عندها رادار لالتقاط العلاقة. لكن واضح أن أنت لا تسأليني، أنا مش هتكلم تاني. لا لا، حلو قوي قوي، لكن عايز حلو قوي أن أنا عايز أعرف أن الصحفي مين؟ الصحفي والكاتب الكبير استاذ عادل حموده، الألم هل جمد مشاعره ولا بالعكس؟ بالعكس، لا بالعكس، وانه لانه انت ما بتكتبيش خشب ولا بتكتبي ألمونيوم، حتى السياسه مش ألمونيوم، السياسه هي فن الحياه، كيف يمكن الحياه تبقى افضل. واحد زي ديجول كان يقول انا مندهش جدا، يعني انا بشتغل في السياسه لشعب بياكل 7000 نوع جبنه. يعني اذا السياسه عند ديجول توفير 7000 نوع جبنه. السياسه الان في مصر عند عبد الفتاح السيسي توفير الكهرباء، توفير تغيير العشوائيات، تغيير الحياه في البلد. فالسياسه مش مجرد ناس طالعه في برامجنا بتقول كلام كبير وشعارات، هي بالحقيقه الرجل الذي يعني ياخذ بيد شخص بيعبر بالشارع هو سياسة. يعني كل شيء بيضيف للحياة قيمة أفضل في المعيشة، بيضيف الإنسان إنسانيته. صحيح، بيديله إنسانيته. طيب، المهم معنا مين؟ يحيى زنانيري، أهلا بيك، تفضل. أهلا بيك، تفضل. ألو أستاذ يحيى. أهلا يحيى زنانيري، أهلا بيك، تفضل. أهلا بيك يا أستاذ يحيى، إزيك؟ الحمد لله. أحب أذكرك أو أتذكرك منذ عشرات السنين، أول عرض أزياء عملتيه وأنت بنوتة صغيرة في المعرض في شركة سباهي. أنا فاكراك كويس قوي، فاكراك كويس جدا يا أستاذ يحيى. وإلى الآن لا زال طلتك الحبيبة موجودة. وأضيف أن الحب هو برضو الحب اللي أنت بتحبيه للناس، يعني إضافة إلى تفسيرك للحب أنت كلامك وتصرفاتك وبرامجك كلها حب. أستاذ يحيى، أنا اشتغلت معاك من سنين طويلة قوي. أيوة، يعني كنت لسه شابة صغنطوطة كده، فبس أنا فاكراك كويس قوي لأن كنت بتعمل تصميمات رائعة جدا واشتغلنا بيها ومثلنا مصر في الخارج بيها. طب أستاذ يحيى، ليه لغاية دلوقتي ما عندناش صناعة أزياء كويسة بصراحة؟ يعني كانت صناعة الأزياء في الستينات والسبعينات أحسن بكتير. الكلام على يمكن على صناعة المنسوجات كلام خطير، لانه الاهم الحقيقه صناعه الذوق او صناعه الازياء مش صناعه المنسوجات. ايوه استاذ يحيى، في الحقيقه فعلا الواقع دي مظبوط، احنا ما عندناش الى الان صناعه ازياء حقيقيه. لا نزال مقلدين ولسنا مبتكرين، وده قصور الحقيقه
حتى في المعاهد الفنيه لا، حتى في الطباعه في الاقمشه في لا لا يعني لا تنتج في الاخر مبتكر، ما فيش تجارب. حتى المصانع المصريه النهارده اللي بتعوز تعمل ابتكار في الطباعه او في حاجه بتجيب نماذج من بره، دي نقطه حقيقيه وفي قصور في هذا الشكل. الصناعه عموما صناعه الملابس بتعاني مشاكل كبيره ومن ضمنها فعلا ان احنا لسنا مصممين حتى الان. استاذ يحيى شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. ايمان مدرسه. ايمان الو اهلا. مساء الخير يا استاذ علي. مساء الخير يا ايمان، اتفضلي. سعيده ان انا بكلمكم وسعيده جدا ان انا اهلا بك يا ايمان. مدام رضا الكتابي كل سنه وانتي بالف خير وسلامه. وانتي بالصحه والسلامه حبيبتي. عقبال مليون سنه ان شاء الله. ربنا يخليك. ليا سؤال في الموضوع اللي بتتكلموا فيه، موضوع الحب. طبعا احنا يعني عايشين كلنا بالحب، بس امتى الحب يبقى بيعود على بالسلب على الراجل ايه؟ على الاسره؟ امتى الحب يبقى ايه ايمان؟ نعم امتى الحب يبقى ايه؟ يبقى سلبي. سلبي يعني احنا اتكلمنا عن النواحي الايجابيه للحب. طب ايه النواحي السلبيه للحب؟ اكيد في حب سلبي. امتى؟ عندما يتوقف العطاء، عندما تكون هناك انانيه، او ممكن عندما يكون كل واحد بيشتغل لحساب نفسه. بالظبط. يعني انت النهارده، احنا النهارده فخورين ان عندنا رئيس بيشتغل لحساب البلد، ده الحب الحقيقي بقى. ولكن في الجواز وفي الحب انا يهمني ان الاخر يبقى سعيد، فبديله كل الامكانيات عشان يسعد، وهو نفس الحكايه، والا تبقى المساله سلبيه وملهاش لازمه ابدا. ومش ممكن كمان يكون في حد عايش وهم الحب يا مدام رجاء؟ الوهم نفسه. ايوه انت عارفه ان ساعات الواحد بيبقى محتاج للوهم ده، يحط نفسه في حاله حب. حاله حب. عارفه ليه؟ ساعات المشاعر تتجمد، تحس انك كبرتي وان مفيش عواطف متأججة. ساعتها بقى ربنا اما يبعت لك حفيد يقوم يصح فيكي العواطف الحلوة دي، او انت تحطي نفسك في حالة عشق لأي شيء، مش لشخص ولكن حالة عشق للحياة. ممكن يبعت لي حبيب مش مناسب في وقت، يعني تبقي حلوة وتبقي جميلة وتبقي سعيدة وكده. حلو الوهم ساعات. طيب حكاية مش مناسب. شكرا يا فندم. حكاية مش مناسب يعني. يعني ايه مش مناسب؟ يعني مش مناسب يعني هذا الرجل مش مناسب ليا، او هذا الشيء مش مناسب ليا. لا يعني ايه؟ يعني هل احنا بنبقى مش مدركين من اللحظة الاولى لما بندخل في علاقة انها مناسبة او مش مناسبة؟ ليه بنعاند احيانا القدر يعني؟ لا، الادراك في حالات الحب الاولاني مش موجود الاول وهلة. مراية الحب العامية لو لم نجده عليها لاخترعناها. الى ان يحصل الحدث فبص اقول يا خبر ابيض، هو شكله كده ليه؟ عمري ما خدت بالي انه مناخيره معوجة، وماله ما بياكل بيعمل كده ليه؟ هنا بقى تبدأ تعرف انك انت ابتديت تكره خلاص يعني. لكن مراية الحب عامية 100%. يعني اميمة من اسكندرية. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضلي يا فندم. ازي مدام رجاء؟ ازيك يا اميمة؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، ازيك انت؟ الله يخليكي، يعني انا يعني عاشقه حضرتك جدا والله. ربنا يخليكي يا اميمة. وبتمنى لحضرتك طولة العمر عشان خاطر اميره ورضوى. حبيبتي ربنا يخليكي وحياه ربنا. انا مش هقول لك بقى انا مين، انا بتصل بسلم على حضرتك لان انا يعني بحب الكلام مع حضرتك وبحب كلام حضرتك، و ربنا يخليكم. لان حضرتك ست جميله يعني. ربنا يخليك يا ام ايمه، متشكره قوي على تليفوناتكم، متشكره على مشاعركم، متشكره جدا على الكلمات الرقيقه اللي بسمعها منكم. الكلمات الرقيقه يعني هي رد فعل المشاعر جميله من ناحيتك يعني على كل حال. يعني عندنا مينا طه بيسال حضرتك، بيقول لك اخبار الفيمينيست ايه؟ يعني في حاجه اسمها فيمينيست فعلا؟ في حاجه اسمها انثويه؟ في حاجه اسمها نسويه؟ او في حاجه اسمها ذكوريه؟ طبعا في حاجات في انثويه طبعا اكيد، يعني في ذكر وانثى يعني ده طبيعي جدا. والانثى يجب ان تكون انثى، ولكن مش على الملأ يعني.
ولكن اذا كانت مع في بيتها وتبقى انثى جدا 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 داخل اوضه النوم بتاعتها مع جوزها، ولكن مش للعامه يعني. يعني ما لبستي فستان مش عارفه فاترينا، مش فاترينا لازق عليا، مش فاترينا متحركه يعني. لا ما يعني ظريف قوي ان يبقى الانسان معتدل، ولكن اذا كان مطلوب الانوثه تبقى الانوثه داخل اوضه نومي مع جوزي، شيء عظيم قوي قوي. طيب ايضا هويدا امين بتسال سؤال تاني، انها شافت لحضرتك برنامج عن النظافه، وانت قلت ان النظافه مش ازازه بارفان، ليفه وصابونه، انما ليفه وصابونه. انا بحب الليفه، الليفه كوز الليف البلدي الحلو بتاعنا ده. يعني ايه احط مكياج وانا مش جلدي مش المسام مفتحه؟ ومهم النظافه هي الاساس. مهمه جدا دلوقتي انه يعني بنلاحظ ان في مشكله لما وانت في مطعم انه اللي بيقدم لك الاكل احيانا رائحه العرق بتكون في مشكله، مش بس في المطعم، وانت في الاسانسير وانت في والناس راكبه الاتوبيس يعني او الميكروباص والبتاع ده. مع ان ديننا بيحتم علينا الوضوء 5 مرات. يعني الوضوء مش بس انك انت تستنشق الماء وتتمضمض، يعني نضيف للوضوء اماكن ثانيه كمان، يعني امسح تحت بطاطك يا سيدي، تنظف نفسك، خلي معك فوطه باللهب في منتصف النهار باللهب وعصرها وامسح جسمك. ده حاجه اذا انت في مطعم بقى، ده مهم قوي ان صاحب المطعم يحط شروط ان في منتصف النهار يدخل ينظف نفسه، ده مهم قوي. لكن ما يبقاش بيحط الاكل من فوق راسي وانا شم مخبي واحد ميت تحت باطه يعني. في حاله دوخه كمان. ودوخ. لا يعني مش حاله دوخه يعني. طبعا ليه بيسال في سؤال صالح، بيسال بيقول انه بيلاحظ انه ان التدين عموما عند بعض الناس مش كلهم يعني بيجي بحاله من حالات العنف او العدوانيه، يعني بمعنى مش بقصد الإرهاب، الإرهاب ده طبعا هو تفسير خاطئ للدين، لكن مثلا بتلاقي يعني حد تدين فتلاقيه دايما بيبقى مكشر عابس وعابس. طب ما ناخد القدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووشه السمح، الوش الباسم الحلو، وإنه كان بيدلل زوجاته، وكان وأحفاده، وكان زوج عظيم جدا جدا جدا، متفهم لكل شيء ورحيم على كل الناس، والابتسامه ما بتفرقش وجهه ابدا يعني. طب ناخد القدوه، ناخد القدوه منه. لكن لازم اطلع مكشره و111 عشان اقول بقى يعني. طيب انا عايز اسالك سؤال عن الجيران، لانه بس هنسمع شيماء الاول. شيماء من سوهاج. انا شيماء. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام فندم. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم مدام رضا؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. حضرتك انا بموت فيكي، وحضرتك جميله جدا. ربنا يخليكي يا شيماء. رائعه جدا، ويعني مش عارفه اقول لك، انا مش مصدقه ان انا بكلمك. لا يا حبيبتي، انت من سوهاج ولا من خميم؟ لا سوهاج. على فكره عايز اقول لك حاجه، انتوا جنبكم بلد اسمها خميم. كانت بتعمل ارقى حرير. مظبوط. الستة كروتة اللي هو الحرير سكروتة. الله. ويقال ان السيد الرئيس هيرجع تاني الصناعة دي، يعني الخطة اللي جاية كمان للسودان. فانتوا عندكم حاجة عظيمة جدا جدا، شغل النور. حضرتك اللي عظيمة، وحضرتك اللي جميلة. وحضرتك اللي يعني بنشوفك كده انا بتبسط. ميرسي ميرسي يا شيماء. وسيادتك واناقتك وجمالك رائع رائع. احنا عايزين كلنا نرجع للاناقه الداخليه، عايزين كل العالم. مصر، احنا في مصر، احنا في مصر على فكره العالم كله كان بيتعلم مننا الرقي والاخلاق والصوت الحلو ووسائل الاقناع والحوار وكله. عايزين نرجع تاني، وكل واحد يبدا بنفسه، سواء اذا كان في اسلوب السلوكيات او في النظافه، نظافة الشارع. عندي 3 دقايق للأسف، الوقت طبعا زي ما بيقولوا داهمنا بسرعة مذهلة. داهمنا كويسة. داهمنا مناسبة لبرنامج سياسي يعني. عايز أقول لك إنه وأنا صغير وكنت ساكن في العباسية، كان في حاجة اسمها جيران.
بنرجع يوم الخميس الاقي البيت بتاعنا الكبير ده كله محطوط في اوضه واحده العفش كله. لان بنت الجيران بتتجوز وعايزين الجزء الثاني مش شقه او في عندهم عزا. دلوقتي انا بركب الاسانسير مع حد بقول له صباح الخير يعمل لي كده. ايه اللي حصل؟ يعني جيراني دول اللي هم المفروض اول ناس اللي اقرب ناس ليك مش كده؟ اول ما تقول اي لغايه ما اهلك يقول لك ما اعرفش هو بيقول ايه يعني. انا بقول له صباح الخير ما اعرفش بيقول ايه بيهمهم. هو ماشي بمبدا الوقت في مقوله دمها تقيل قوي صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي. ده غلط ده غلط جدا. انا اتربيت في بيت كان في كل المناسبات في اطباق متغطيه بفوط بيضه بتطلع من عندنا لكل العماره حتى لو كانت بصاره محدش عارف يعني بصاره ورز بلبن ومهلبيه والكحك وكل حاجه. فانا بقول ان الجيران واختار الجار قبل الدار ده مهم قوي قوي قوي. صحيح. الجار قبل الحجر يعني انت الاول البشر قبل الحجر ده مهم قوي قوي قوي. فيا ريت نرجع تاني ان احنا نبقى حلوين مع جيراننا. انا سعيده جدا معاك. مش ممكن يمدوا البرنامج شويه؟ والله يعني ممكن تمدوا البرنامج شويه. الحقيقه انا كمان سعيد مع حضرتك لانه زي ما بيقول انه بعض الناس تعتقد ان المشاعر الانسانيه دي اصبحت الان متصورده من وكاله البلح. خشب على خرده على حاجات كده لكن لا. البني ادم في النهايه لا يزيد عن الدم كتله والدم مشاعر. هو مشاعر كتله مشاعر. انت النهارده احنا كل زمان اما نقف في الشارع ونشوف نعش معدي كنا نركن على جنب ونتشاهد ونقرا الفاتحه وكنا نركن عشان عربيه الاسعاف تعدي. النهارده الماديات ضغط على الناس والضغوط النفسيه ضغط عليهم. لكن عايز اقول لهم اوعوا تلغوا مشاعركم. ده الشيء الوحيد العظيم اللي جوانا. ده الفرق في المشاعر بيننا وبين اي مخلوقات اخرى. فانك انت النهارده اتواصل معاك او احس وانا قاعده معاك دلوقتي ان انا مرتاحه ان انا عايزه اتكلم معاك وانت عايز تتكلم معايا، عايزه اطبطب عليك، عايزه تقول لي سلامتك، عايزه اقول لك محتاج حاجه اجي لك، عايزه اخبط على بيت ناس منسيه واقول لهم انا جايه ازوركم محتاجين حاجه، عايز اروح بيت مسنين اقول لهم يا منسيين يا لولاكم نسيوكم انا جايه لكم النهارده، اروح بيت ايتام اطبطب على راس اليتيم. ده اللي مطلوب منكم. ما تلغوش مشاعركم ابدا 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 لاننا محتاجينها عشان نعدي كل اللي احنا فيه. لان كل اللي احنا فيه ده اللي هيفتته الحب. الحب هو المعادل الموضوعي لكل المشاكل في الحياه. بالظبط. رجال جدا وكل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه. كل سنه وكل الناس دي بتحبك. كل سنه وانت سعيده باسرتك الصغيره والكبيره والعالم كله. كل سنه ومصر طيبه. وانت طيبه ومصر طيبه. وكل مصر ومصر في التقدم واحنا اليومين دول في حاجات جميله جدا بتحصل. انا متفائله قوي قوي قوي. هتحصل. ربنا يحفظ سياده الرئيس ويحفظ الناس اللي بيشتغلوا مصر من قلبهم. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا فندم. وتصبح على خير. وانت من أهل. وانتم ايضا تصبحون على ألف خير. تصبحوا على خير.